علشان يعني نحدد الموقف ونقدر الموقف كويس قوي، لازم الاول نتأكد هل اللي تم ظهوره ده طريشة ام زاحف اخر ممكن يكون تعبان اخر. ما يسمى بالتوازن البيئي، عشان حضرتك تكون عارف التعابين بتعتبر من الأعداء الحيوية المهمة جدا للقوارض، يعني وجودها في البيئة مهم لأن هي بتعمل توازن في انتشار القوارض